ترى غالية لا مو غالية انتو تبون كواليتي تبون تكلفة تبون عرض عالمي تبون شو تبون 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 ما تبون تدفعون ما يصير وثاني شيء لما الدولة توفر مسارح وتدعم المنتجين يعني مجلس الثقافة وفنون الأداء بس شوفوا يعرف يعطي مسرح الخليج حق مسرحيات البقيه ولا شيء يبني جابني على الروح يقول والله